أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي أبا الفضل عباس، السلام عليك يا مولاتي يا زينب الكبرى، السلام عليك يا مولاي قائم آل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. السلام عليكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله، وهذه حلقة جديدة وإياكم من برنامج عبق القرآن. عبق القرآن هو ما نستلهمه وما نستطيع أن نصل إليه من نفحات القرآن، من أعباق القرآن التي تفوح من هذه الآيات التي نتلوها في كل حلقة. ارتئينا أن تكون في كل حلقة نصف صفحة حتى نستطيع أن نتدبر كل الآيات التي نقرأها إن شاء الله تعالى. اليوم بعون الله تعالى وقوته ومنه وفضله إلى الآية 130، من الآية 130 من الصفحة 20 إلى آخر الصفحة 134، نذهب إن شاء الله لقراءة النص القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين.
أيها الأحبة، تلونا على مسامعكم هذه الآيات المباركات من سورة البقرة المباركة، الصفحة 20 من الآية 130 إلى الآية 134. هذه الآيات إن شاء الله نكون بخدمتكم للتدبر فيها ضمن فقرة التدبر في النص القرآني. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة، هذه الآيات المباركات تلوناها على مسامعكم من سورة البقرة المباركة، الصفحة 20 بالتحديد من الآية 130 إلى الآية 134. إن شاء الله نكون بخدمتكم على هذا الوقت يعني الموجود في حلقتنا لهذا اليوم، حتى نستوفي ونكمل قدر الإمكان هذه الآيات بالتدبر. الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية حقيقة عبارة عن خلاصة لآيات سبقت، خلاصة لآيات سبقت. ما هي الآيات التي بينت حقيقة نبي الله إبراهيم وما جاء به من تعاليم رفيعة و منهجية عالية إنسانية في الدقة، عالية في الدقة، وإضافة للإنسانية التي يحملها نبي الله إبراهيم، وهذه المعاني الغنية الغزيرة التي تجعل الإنسان مستقيما صالحا. هذه الملة الله عبر عنها بملة إبراهيم، وعبر عنه في مواطن كثيرة من القرآن حنيفا مسلما. إبراهيم كان حنيفا مسلما، وسنجي على معنى حنيف. لكن نقول أنه كل هذه التعاليم وكل هذه الأهداف التي جاء بها نبي الله إبراهيم وشخصيته المؤثرة بمواطن متعددة من القرآن الكريم تعبر أنه من يرغب عن هذه الملة التي جاء بها نبي الله إبراهيم، هنا شنو؟ فقد سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني ليس من العقل، ليس من المنطق بشيء أن نترك ما جاء به إبراهيم، أن نترك ما جاء به إبراهيم، هذا ليس من العقل بشيء، وهو من القباحة، الاستهزاء والاستهانة حقيقة. السفه هو الاستهزاء والاستهانة، وعليه أنه لا بد أن لا نرتكب هذه الحماقة وأن لا نرتكب هذه السفاهة. شنو؟ بعدم اتباع الدين الصحيح وهو الإسلام، لأنه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله أتم التحايا والسلام هو امتداد وخلاصة الإسلام أو الحنفية التي كان عليها نبي الله إبراهيم. والإسلام هو السلام، لا يعني يوهمك بعض الذين يتشدقون بأنهم منتمين إلى الإسلام وهم من الإسلام براء. الإسلام لا يعرف بالرجال، والحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. كلام أمير المؤمنين عليه السلام: روحي فداه. عندما دخل عليه أحد الرجالات في ذلك الوقت بعد معركة الجمل، والقصة معروفة، يعني تجرأ بكلام في محضر أمير المؤمنين، وهو أيضا من الذين اختلطت عليهم الأمور. ماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال: إنك ملبوس عليك. الحق لا يعرف بالرجال،
وإنما الرجال تعرف بالحق، الحق واضح، اعرف الحق تعرف أهله. هذا لبيان بعض أنه إحنا هذا الإسلام شفنا من عنده شنو اللي استفادينا، شنو اللي قدمنا من خلال هذه الرجالات. لا، هذه الرجالات لا تمثل الإسلام، الذين يدعون الانتماء للإسلام وهم على أتم البعد من تعاليم ومفاهيم الإسلام وما جاء به من خلق سامي وعالي هذا الإسلام، هم لا يطبقون هذا الشيء. بالتالي هم يدعون ولكنهم شنو؟ بعيدين كل البعد عن الإسلام. لا نجعلهم شماعة ونعلق عليهم. هذا اللي لا يفهم والسفيه والطرف الآخر الذي هو مترصد ومتربص لضرب الإسلام، والإسلام أسمى وأعلى وأرفع أنه يتربص به فلان وعلان، بل وفئة وقوى تدعي القوة. القوة لله عز وجل، وسوف يظهر دينه على يد وليه الإمام الحجة المنتظر روحي فداه. بالنتيجة هذه التعاليم السامية والخلق الرفيعة والأهداف النبيلة التي جاء بها الإسلام، من يرغب عنها فهو سفيه، فهو من الحماقة بالشيء الكثير والكبير. وعليه لابد أن نعي وندرك القيم الصحيحة للإسلام ونتبعها، ما لنا علاقة باللي شذ عن الطريق يمينا يسارا غرب شرق. هؤلاء لا يمثلون الإسلام، الذي يمثل الإسلام هم محمد وآل محمد فقط، هم المعصومون. هؤلاء من يمثلون الإسلام؟ زل فلان، خطأ فلان، خرج عن الطريق فلان، تصرف فلان تصرفات غير صحيحة، لا يمثل الإسلام، هو يبتعد عن الإسلام بهذه التصرفات التي يعني لا تنتمي إلى الإسلام، وهو بعيد بهذه التصرفات عن الإسلام، بالتالي هو ابتعد. يعني شيء منطقي، يعني ما يحتاج لتبرير، وأنه والله ترى هذا طلع وشوية على كيفكم، هو طلع أصلا يعني. فبالنتيجة اللي عنده طلب للحقيقة وموضوعية وإنسان يعني ما تأخذ الريح وتميل به يمينا وشمالا، يدرك هذه الحقيقة ويبقى على تعاليم الإسلام الحقيقية. نعم. ولقد اصطفيناه في الدنيا نظرا لما هو يعني قدم. هذا دعاء نبي الله إبراهيم، دعا ربه بأن ألحقني بمن؟ بالصالحين، في سورة الشعراء، ألحقني بالصالحين، وقد استجاب له ربه، وإنه في الآخرة شنو؟ لمن الصالحين. نعم. إذ قال له ربه أسلم، الآية اللي بعدها، قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية رائعة جدا، ويعني قصيرة الألفاظ غزيرة المعنى. لابد في كل حركة أن نكون مسلمين إلى الله تسليم مطلق، متوكلين عليه. بالنتيجة هذا التسليم له منافع وفوائد تعود علينا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بالنتيجة تسليم نبي الله إبراهيم، وتلاحظون في سورة الصافات بالقصة المفصلة بقضية وتله للجبين، قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو أصلا مسلم إلى الله عز وجل، وإسماعيل سلم له وسلم لأمر الله، فلما أسلما اثنيناتهم سلموا أمرهم إلى الله عز وجل وتله للجبين، يعني جعله تله للجبين
الجبين هذه المنطقة، يعني هذه الأمام نسميها يمينا ويسارا، هذا هو الجبين. أما هذه بالمقدمة تسمى الجبهة، يسارا ويمينا هذا الجبين، الجبين هنا هذه المنطقة تسمى جبين. أما بالمقدمة التي المكان اللي نسجد عليه هذا هو الجبهة، وتله للجبين أي جعله شنو على جانب، يعني لا يراه هكذا بهذا التعبير، أنه لا يرى ولده أو يضع عينه في عيني ولده إسماعيل. وتله الجبين أي وضعه جانبا على هذا الجبين، ونبي الله إبراهيم خلفه، أي يعني لبيان هذا المعنى اللي والتسليم الذي صار عند نبي الله إبراهيم عليه السلام أكسبه المقامات العالية. ولا بد أن نلاحظ أنه التسليم هو عبارة عن درجات، كما هو الإيمان درجات، أيضا التسليم درجات. فالتسليم الذي وصل إليه نبي الله إبراهيم عليه السلام أكسبه الكثير الكثير من الدرجات العالية، جعله إماما، وجعل الكثير له من المحاور، وأنجاه من كثير من الأمور التي حدثت في حياته. وإبراهيم ماذا يطلق عليه؟ إبراهيم خليل الله، خليل الله صحيح؟ وموسى شنو؟ كليم الله. وهكذا هذه ليست جزافا، لا تطلق هكذا مثل إحنا ما نتعامل ويا بعضنا، مجاملات بعض مرات تصير بين الناس، تطلق المصطلحات ليست بمقدارها الحقيقي، تطلق هكذا للتبجيل للاحترام الكثير وهكذا. هذه الكلمة خليل الله ليست اعتباطية، يعني مو تطلق مجاملة، لا، وإنما هي حقيقية، حقيقية من الخلة، يختلي بربه. هكذا وصل إلى مقام هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. نعم، الآية اللي بعدها: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا شنو وأنتم مسلمون. هنا كثير من الدروس التي نستلهمها من هذه الآية، أنه لا بد عندما نتجه إلى الحفاظ على عقيدتنا، يعني نحن بأنفسنا نحاول، وهذا هو ديدن العقلاء، هذا هو مسير الناس الذين يدركون ويعون ولهم منطق سليم، لا بد أن ينجو بنفسه بعقيدة صحيحة وغير فاسدة. إضافة إلى هذا، لا بد، هذا هو الوصية التي أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أنه عندما أأتي على نفسي بسلامة العقيدة وصلاحها، لابد أيضا أن أأتي على أبنائي وجيلي ومن هم تحوطه رعايتي وعنايتي، لابد أن أكون مسؤولا عن عقيدتهم. هاي رسالة إلنا، إلى أنه نصحح العقائد إلى أبنائنا، نجعل لهم طريقا واضحا صحيحا من تعليمهم الدين الصحيح، تعليمهم الصلاة، العقائد، كيف هو الله. هذا الطفل يسأل شلون ماهية الله عز وجل، شنو ترتيبه، شنو وضعيته، شلون يصير التعامل، وهكذا. لابد أن نخرج من طور الجسمية، لا نجسم الله للأطفال،
بل نعطيه صورة نورانية، وهو الحقيقة، يعني صورة نورانية ترسم في ذهنية هذا الطفل ينشأ عليها. نعطيه صورة الإمام الحسين من ضمن الإمامة، نعطيه عدل الله عز وجل، كيف يكون الله عادلا. وهكذا هي العقائد الصحيحة نغرسها فيه. هذا مهم جدا، أنه طريق الحق وطريق الإسلام والتسليم لابد أن نوضحه من بعد ما توضح إلينا، نوضحه إلى أبنائنا، وهكذا جيل بعد جيل يوضح حتى لا تموت العقيدة. وطريق الحسين أيضا من أهم مرتكزات العقيدة، الذي بدم الحسين بقيت كلمة لا إله إلا الله، وبقي القرآن، وبقي كل شيء له صلة بالإسلام بدم الحسين. هذا مو كلامي، الواقع يشير إلى هذا، وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله يقول شنو الإسلام؟ محمدي الوجود، شنو حسيني البقاء؟ مو لو هذا الحديث مو للنبي شنو نقول؟ أنا تراجع بي صح؟ لو لا، لو أحد الأمة، أحد الأمة هسه بالضبط لا أدرك من هو أو لا، يعني لا أميزه، لكن الإسلام شنو؟ محمدي الوجود وحسيني البقاء. أو يمكن لأحد العلماء هسه بالضبط ما متأكد عندها، الراجح إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حتى لا تحسب بالنقل هكذا أنه لأحد المعصومين، نسحب هذا الكلام ونقول هكذا. لكن الإشارة التي أشار بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، خو حسين من النبي، خو ابن يعني من ابن بنته، زين أنا من حسين كيف يكون؟ ببقاء ديني، ببقاء اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله رسول الله بدماء الحسين. هكذا أوضح صحيح؟ أحسنت. الشيء المهم هو لابد أن نهتم بحسن العاقبة. لا ندري متى نموت وفي أي مكان نموت، لكن الوصية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنتم على الطريق الصحيح وهو الإسلام، وهو دين الله عز وجل. الإسلام هو دين الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله، ولكن كل نبي جاء بشريعة خاصة وملائمة في ذلك الوقت لقومه، ولكن هو الدين عند الله شنو؟ الإسلام، ودين الله واحد. الآية التي بعدها، هنا اعتقد فريق من اليهود في زمن النبي وزعموا بأن النبي يعقوب حين حضرته الوفاء أوصى بنيه بالتمسك بمن؟ باليهودية. هذا أشيعت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. وبالمناسبة أنه هذا الوصية يوصيهم باليهودية اللي هي بكل تحريفاتها، هذا هكذا أشيع الخبر يعني. فالله سبحانه وتعالى يعني يعطي دليل عقلي جميل جدا، يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أنتم كنتوا يا شاهدين الموقف؟ لا تخلي أنا أقولكم شنو. الله سبحانه وتعالى يستدرك، يقول إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني هذا ادعاءكم الله سبحانه وتعالى فنده، لأن الله سبحانه جل وعلا قال القول الصحيح، وما حدث حين حضر
الموت يعقوب إذ قال لبنيه، هنا يعقوب قال لبنيه ما تعبدون، يعني ما أوصاهم باليهودية اللي أنتم حضرتكم تتبجحون وتدعون بها. واضح؟ فهذه لابد شنو؟ ها إشارة لمن؟ للآية السابقة أيضا. يعني هنا كأنه شيء من الوجوب بشيء يعني على الآباء أن يهتموا بعقيدة أبنائهم. شوف هنا أنا يعني ملاحظين أغلبنا أنه حالة الاحتضار كيف تكون للإنسان وممكن أن تكون صعبة عليه، وهي يعني من الذين شاهدتها يعني حقيقة مع كثير من الناس. هذا الموضوع جدا حساس على الإنسان، مع ذلك كان نبي الله يعقوب مهتم جدا، قال ما تعبدون من بعدي، يريد يطمئن على شنو؟ على عقيدة أبنائه. ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلاحظون كيف الموضوع كان الاهتمام، وهي رسالة إلنا، لابد أن نهتم بعقيدة أبنائنا، لابد أن نكون على اهتمام عالي بعقيدتهم وتدينهم وانتمائهم إلى الإسلام. كل هذا شنو؟ مو بالجبر وقضية أنه عليك أن تعتقد وغصبا عليك خلصت، لا، وضح، بين، إن لم توضح أطلب من يوضح، يعني أطلب من شخص يوضح أنه هذا الشيء، أو أنت روح طالع واستفسر وتعلم، وبعد ما تصل إلى قناعة وقدرة على الإقناع روح وضح لابنك. وهكذا لا تترك الأمور معلقة، ضروري جدا أنه توضح العقيدة خصوصا العقيدة للأبناء، لا تترك على هكذا من دون بيان ومن دون توضيح ومن دون قناعة. أهم شيء أنه يكون مقتنع، يكون مؤمن بقرارته من داخله، مو هذا ما وجدت عليه آبائي، لا. نعم، الآية الأخيرة فيها إشارة جميلة جدا جدا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. اليهود أو بني إسرائيل كانوا يعني يدورون حول أسلافهم، أو يعني حول أوهام حقيقة وأخطاء. شنو هذه الأوهام؟ أنهم كانوا يتباهون بمفاخر آبائهم وأسلافهم، حتى كانوا يعتقدون لو أنهم أخطأوا فسيرة أسلافهم صالحة، هذه السيرة سوف تشفع لهم. وهذا الاعتقاد خاطئ جدا جدا. ببيان القرآن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وعليه أنه كلام لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية. يعني ما يصير الإنسان يقول كان أبي وكان وكان وكان، هذا على مستوى أنه كان صالحا. زين أنت شنو سويت؟ أنت شنو قدمت؟ أنت بأي كيان أسست وصرت؟ شنو اللي أنت المفروض تقدمه صح؟ حتى تفخر.
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول يا بني هاشم لا يأتين الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني شنو بأنسابكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني مو يوم القيامة الناس تجيب أعمالهم وأنتم تجون شنو، والله نحن من النبي محمد صلى الله عليه وآله. لا لا، هذا كلام غير منطقي ضمن شنو، ضمن منطق القرآن. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. والأخير شي يقول ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني بخلاصة العبارة، شنو تقدم لنفسك راح تحاسب عليه. إن كنت صالحا فهذا فيه صلاحك، وإن كنت طالحا فهذا هو شنو يقودك إلى النار. ماكو شيء اسمه شنو أعول عما أنا جئت منه، من 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 مثلا عشيرة أو قوم معينين أو مفاخر قديمة أو أنتمي إلى شيء معين. كل هذا لا ينفع. الذي ينفع هو بما تأتي من عمل، بما تأتي من عمل أنت عملته، سواء صالح أنت من الصالحين، طالح أنت من الطالحين. وختام الكلام هذا، نسأل الله لكم التوفيق والعفو والعافية والإيمان، اللهم آمين. أيها الأحبة، نروح إلى فاصل إن شاء الله، وبعد الفاصل نكون بخدمتكم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حياكم الله مرة أخرى أيها الأحبة، بعد هذا الفاصل نكون بخدمتكم إن شاء الله لتلقي اتصالاتكم، استفساراتكم، أسئلتكم بخصوص بحثنا لهذا اليوم، قراءتكم أيضا لمن يرغب بالقراءة نكون بالخدمة إن شاء الله تعالى. إحنا قلنا ونقولها مرارا وتكرارا أنه القراءة الصحيحة هي بداية لفهم القرآن. إذا أردنا أن نفهم القرآن لابد أن نقرأ القرآن صحيح، لأنه كثير من الحركات تغير المعنى، بالتالي سوف يذهب بنا المعنى إلى معنى مغاير غير المقصود والمراد، وعليه لابد أن نقرأ صح. وهذه القراءة الصحيحة لها أصولها ولها قواعدها، وبالتالي لابد أن نسير على هذه الأصول والقواعد. بعدها شيء فشيء حتى يعني لكي نتمكن وتكون عندنا ملكة هذه القراءة الصحيحة، إلى أن نصل إلى هذه الملكة من خلال الاستمرار والمواصلة. لابد أن نواصل بشكل كامل القراءة الصحيحة، ونجعل ورد يومي أيضا للقراءة حتى نتمكن ونكون على استعداد كامل للقراءة الصحيحة من غير الاستعانة بالقواعد، لأنه شنو يعني تشبعت بنا هذه القواعد وكثرة المراجعة لهذه القواعد في القراءة الصحيحة. وعليه نأتي عندما نفتح المصحف نقرأ، نقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
طبقنا الآيات، طبقنا الأحكام على الآيات، وبالذات بالخصوص وبالدرجة القصوى الانتباه للحركات. الانتباه لمن؟ للحركات. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصحيح هذا؟ لا، هذه التاء مو مضمومة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هيك يعني كود ننتبه حتى وإذا وقعنا في الخطأ ننتبه له. هذا من صار ملكة القراءة الصحيحة. بعد إحنا شنو نتوجه إلى فهم القرآن، إلى فهم القرآن بشكل كامل. نأخذ اتصال الأخت مريم من الديوانية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت مريم أنتم على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم يا مريم، موفقين إن شاء الله إلى كل خير. فقط ملاحظتين، أنه يا بني يعني من إحنا ما نعطي همد، فقط نعطي الشدة. يا بني إن هكذا ما نقول يا بني إن الله، واضح؟ والملاحظة الأخرى، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، يعني إذ كانت صحيحة الأولى، الثانية تحركت الذال من سكونها. لابد أن نراعي شنو هذا الحرف الساكن ويكون محافظ على سكونه. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، هكذا. موفقين إن شاء الله إلى كل خير. نرجع إلى الملاحظة اللي استرسلنا بها في أول بعد الفاصل، أنه القراءة الصحيحة كيف تكون؟ يعني لا نظل شنو عايشين الدوامة، أنه هذا الحرف ما انطيته مثلا الصفة مالته الفلانية، هنا أنا لا شوية قصرت بالإدغام، لا الإخفاء شوية ما أجى عندي. هذه الدوامة خلنا يعني نخرج من عندها، نطلع ونغادرها بشكل نهائي. إحنا تعلمنا وقطعنا شوط طويل بالتعلم، هذا الشوط الطويل في التعلم أعطانا ملكة بالقراءة. ممكن نسهو في بعض الكلمات، لكن ما يدعو إلى أننا ندقق ونحاول أن في كل حرف لابد أن نعطيه مثلا المقدار الفلاني، وهذا راح يبعدنا تماما. هنا الملاحظة المهمة،
يبعدنا تماما كل البعد عن فهم القرآن. يعني ما راح أقدر أفهم الكلمات، لأنه راح أكون شنو عايش فقط، وين عايش باللفظ، شلون يلفظ، شلون يجي، شلون يعني نعطي الحاء، شلون نعطي السين. هاي مشكلة حقيقية حقيقة. ناخذ اتصال من بغداد. أم حيدر، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. بس ما أعرف صفحة 20 مو تمام؟ صفحة 20 آية 130 إلى الآية 134. تمام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن كانوا يعملون. أحسنت. الله العلي العظيم. بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله. تلاوة جيدة، أسأل الله عليكم التوفيق والسداد. نعم. نرجع إلى ملاحظتنا المهمة بخصوص التدقيق والمبالغة و يعني التعسف، هيك نقولها حتى تكون واضحة. احنا نتعلم، وضروري ومهم جدا ان نتعلم القراءة الصحيحة، لكن لا يعني نظل بهالدوامة هاي لا ندري الى متى، لانه هذه الدوامة، الكلمة، الباء، الحركة، فتحة، نصف الفتحة جبت، نصف الضمة، الحاء مدري شلون، وين السين، صفير الصاد، إلى متى تكون؟ لابد أنه نتعلم ونقفز من هذه الدوامة. إحنا متعلمين وفاهمين ونقرأ صح، إن وقعنا في خطأ نرجع على خطأ ونصححها. نأخذ اتصال الأخت العلوية زينب من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو، ماكو سؤال يمكن اليوم؟ لا ماكو سؤال. اي بخدمتكم اذا ترغبون بالقراءة. ان شاء الله. نعم. اقرأ من البداية، بداية الصفحة 20؟ لا، من وسط الصفحة، آية 130. ومن يرغب عن ملة إبراهيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم أختنا العلوية، بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله على كل خير. قراءتكم جيدة، فقط ملاحظة أنه أكو عندكم تدقيق غير مبرر لبعض الحروف، مثلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا، هكذا يعني يصير بها قطع، لا محتاج. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هكذا. واضح؟ يعني ملاحظات أغلبها بالهمزة صار هيك شيء، يعني بهالقطع وهاي. وقتنا انتهى أيها الأحبة، نسأل الله لكم العفو والعافية. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أسألكم الدعاء لي ولوالدي، أرجوكم لا تنسون الدعاء. نلتقيكم على حب القرآن والعترة، في أمان الله.